إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا الأعزاء، كيف حالكم؟ إن شاء الله دائما بخير. درسنا هذا اليوم هو عن المنهج الجديد للغة الإنجليزية صف السادس الابتدائي، قراءة درس كتاب الطالب الملون قصة يونت 1 لسن 8 When I Grow Up، عندما أكبر. يجب على التلميذ تعلم معرفة كيفية استخدام وحفظ كلمات الدرس، قراءة وإملاء ومعنى. علق بتم إذا وصلك الفيديو المنشور لضمان متابعتك لنا. اسم قناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على الفيسبوك English with وائل، الإنجليزية مع وائل. اشترك الآن إذا كنت من المشتركين الجدد. يرجى متابعة فيديو الدروس السابقة إنجليزي سادس ابتدائي، قائمة تشغيل اسمها إنجليزي سادس ابتدائي الجديد. تلقون كل الفيديوهات اللي تخص السادس الابتدائي المنهج الجديد يونت 1، كمل اليوم راح يكتمل يونت 1. الصفحتين راح ناخذهن 20 و 21 من كتاب الطالب الملون، pages 20 and 21 of pupils book. وشكرا لدعمكم وتشجيعكم ودعواتكم الطيبة، شاركوا الفيديو للي الناس تحتاجه حتى يستفادون من عنده. راح نبدي بسم الله. القصة مالتنا على هاي البنية، كل صورة راح تقعد تتخيل وتقول أريد أكون كذا بالمستقبل. ليش؟ لأنه قالوا لي إنتي هيجي أو أنا زينة بهاي الكذا الفعل أو هاي الشغلة، راح تصير فد يعني جوب، فد وظيفة بالمستقبل. يعني راح نراجع هنا الجوبز الوظائف، وراح نشوف ملاحظاتنا القواعدية أيضا موجودة. فد ملاحظة قبل ما أبدي، الول هذه الكلمة will اللي هي فعل مساعد تبين المستقبل، تستخدم المستقبل البسيط، وراها يجينا فعل مجرد ما شرحتها ولا أرد أشرحها إلا إذا انطلبت وزاريا. شلون نعرف من ينزل النموذج الوزاري؟ إذا انذكرت بي أشرح لكم إياها، وإذا ما انذكرت نعوفها. بس هي كفكرة حتى تأخذها، الول وراها فعل مجرد. زين، الول ويا الاي شن كون مجردها؟ هي مجردة، هي ول. زين، ويا الهي وش يو الات تاخذ اس؟ لا ما تاخذ، تبقى هيك ول. ويا كل الضمائر هي ول، وراها دائما فعل مجرد. هاي البي هي مجرد تتحول الى از او ام او ار. البي هي تتحول از وام ار، لان جت ول فتخليها مجردة، لا تخليها از ولا ام ولا ار. يعني الاي مو لازم تاخذ ام، من تجي الول بيناتهم تخليها تصير بي. ما سأدوخكم بها، خليها بعدين إذا انطلبت نسولف بها. يقولك listen، استمع، تسجيل مع القصة، look وباوع على الصورة والكلام المكتوب، and read بعدين أقعد أقرأ. زين، حتى نشوف مشاركاتكم، ياهل يقرأ أفضل. when I grow up، عندما أكبر، لما راح أكبر بالعمر، my teacher، معلمي قال says I will be an engineer، أنا سوف أكون مهندسة. تقول من أكبر أنا معلمي قال لي راح أصير مهندسة. Because بسبب I am good at maths، لأن أني جيدة في الرياضيات. انتبه إنه ورا الصفة good اللي هي جيد يجي at اللي هو جماعة الساعات، at أبو الساعات، الجود وراها at. زين، الجود جيد عكسها شنو؟ bad سيء. المعاكسات تذكروها أكيد، الايزي عكسها hard، والinteresting عكسها boring، والdangerous عكسها safe، البيج عكسها small، والجود قلنا استونا عكسها bad، و older كبير بالعمر عكسها younger صغير بالعمر. احسن لكم ان شاء الله ملخص بعد هذا. ايش قالت هسه؟ قالت انا جيده بالرياضيات، and I like designing things، واني احب تصميم الاشياء. ليش المعلم هيجي قالها؟ لانه سوت لهم نموذج يسموه ماكيت او هيجي شيء،
أو الصورة رسمت خريطة المهم وصممت عليها مثل يعني مدينة. راح نشوف بالتمرين مال الكراسة شلون همتين راح تجي السولف، ونختار لازم هاي الصورة رقم واحد بالجملة اللي تتحدث بها عن تصميماتها. زين انتبهت انه ورا اللايك الفعل بي اي ان جي اي ان جي. نجي على الصورة نمبر 2 بيكتشر 2. When I grow up عندما اكبر، my dad says ابويا يقول I will be an artist أني سوف أكون رسامة فنانة because بسبب I like painting pictures أني أحب رسم وتلوين الصور اللوحات. زين انتبهنا نفس الحكي إنه like وراه فعل بي إن جي. حلو أحسنتم. نجي على picture number 3. When I grow up لما أنا راح أكبر، my mom says أمي تقول لي I will be a famous cook أنا راح أكون طباخة مشهورة in a big restaurant في مطعم كبير because بسبب I love cooking and I am good at it لأنه بسبب أنا أحب الطبخ وأني جيدة فيه. انتبهنا أنه love وراء فعل B-I-N-G واللove مجردة لأن الفعل مالتها I. انتبهنا على انه الجود جت وراها ات، وانتبهنا على انه الان ويا الريستورانت صح جت ا وبيج بس الان ويا مكان مغلق خلينا نعتبره بجدران وسقف فريستورانت مطعم ناخذ له ان ويا الاماكن. وانتبهنا انه الا ويا الكلمه تبدي هي مفردة ونكرة وتبدي بصوت صحيح حرف صحيح. زين picture number 4 هسه هنا اول وحدة كانت شي تصير مهندسة انجينير، ثاني وحدة artist فنانة رسامة، ثالث وحدة cook طباخة، رابع وحدة شي تريد تصير doctor طبيبة. ليش تقول when I grow up لما راح اكبر my brother says اخويا صغير قال لي I will be a doctor أنا راح أكون طبيب. أخوها إيش قالها؟ قالت راح تصيرين يعني طبيب، قايل لها على أساس ليش؟ because بسبب I helped him أنا ساعدته when he cut his hand لما هو جرح إيده with a knife بسكينة. زين هسه شنو تصير؟ doctor. شفت همنا هسه هنا أنا. أول شيء الملاحظاتنا السابقة راح نعبرها اللي هو وراها مجرد وهيج وهيج. الهيلب هنا أضفنا له إي دي ليش؟ لأن هذا فعل ماضي. الأفعال الماضية أشرح لكم إياها بدرس بوحدها بيونت 1 هسه ما مطلوبات الفعل الماضي بس راح تجي يونتات تحتاجها. زين هذا كضمير مفعول به، ضمائر مفعول به أشرح لكم إياها بفيديو آخر. كيونت 1 هم هسه ما مطلوبة. وبعد شيء اريد اقول لكم على ملاحظه انه النايف احنا قلنا قبل فيديو قلنا انه المنتهي ب اف اي من اريد اضيف لها اس احذف الاف واخليها في اي اس. وملاحظه اخرى الكي ما ينلفظ اذا جت وراء ان، الكي ما ينلفظ اذا جت وراء ان. سنتهت هاي هسه الصفحه التاليه المقابلها راسا. When I grow up لما انا راح اكبر picture number 5 وصلنا. My friend says صديقتي تقول I will be an IT programmer أنا راح أكون مبرمجة تكنولوجيا المعلومات. قلنا الـ I اختصار مال information والـ T اختصار مال technology فنختصرها على السهولة لأنه هي هاي الـ I كلمة طويلة والـ T كلمة طويلة والـ programmer كلمة طويلة فنختصرها IT programmer. وأكو نوبات تمارين يكتبوها بس programmer على السرعة. زين صديقتها تقولها انتي راح تصيرين مبرمجة تكنولوجيا معلومات. ليش؟ because I like using computers بسبب انه اني احب استخدام الحاسبات and I am good at math وانا جيدة في الرياضيات. قلنا الجود وراها at، الاي تاخذ ام، الماس درس الرياضيات اذا ماكو اس اقراها math من تجي اس التي اتش تصير صعبة على اللفظ باللسان فتصير سايلنت ما تلفظ صامتة فتنقرها ماس
بعد ايش عندنا ملاحظه؟ اللايك وراها فعل بي اي ان جي، اليوز كانت منتهيه باي بس من نريد نضيف اي ان جي الاي انحذف ونضيف اي ان جي، واللايك مجرده لان الفاعل مالته اي اللي هو وراها بي. هسه بيكتشر نمبر 5 الصوره رقم 5 ان هي تريد تصير بروجرامه مبرمجه تحب لنا الحاسبات. بيكتشر نمبر 6 الصوره 6 شو تقول؟ تقول when I grow up لما راح اكبر my grandpa جدي ابو يعني ابو ابويا خلينا نعتبره جد says I will be a pharmacist قال لي انه راح اكون صيدلانية. ليش؟ because I am good at science لانه اني جيدة في درس العلوم. قلنا الجود وراها ات خاف تجيك اختيارات يعني يقول لك الجود اختارنا ات لو ان لا لازم تختار ات والاي تاخذ ام وراها الصفه الجود عكسها بعد هذا الحكي قلناه ودنعيده الول وراها فعل مجرد هنا المطلوب كل شويه ده يعيد وين اي جرو اب ماي هيتشي قال لي هيتشي اي ويل بي كذا. المفروض انت من عندك هم تحفظ لك فت كليشه حتى تشارك بيها باليومي وتقوم وتنحسب لك درجة تعرف حتى تتكلم تعرف شوية محادثة حتى مو بس يعني راح تقعد تكتب وتقرأ. الأفضل هو صح احنا المطلوب من عندنا نمتحن وننجح بس هما تنحاول يعني تفيد نفسك وتتعلم محادثة من تريد تسولف عن نفسك وتريد يعني تسولف على المهنة اللي راح تشتغلها بالمستقبل وطموحك ويعني حلمك شو تكون بالمستقبل سؤال فينا بهاي الطريقة. مثلا تريد تصير معلم مثلا شو تقول when I grow up لما راح أكبر I want to be أنا أريد أصير a teacher معلم. ليش؟ طينا السبب يابه because I like teaching مثلا أنا أحب التدريس أو because I like helping young peoples انا احب مساعدة الناس او الطلاب الصغار وهيك شيء. خذ لك فد سبب او قول فد وظيفة اخرى وسبب اخر. نمبر 7 بيكتشر نمبر 7 قبل الاخيرة تقول when I grow up لما انا راح اكبر my grandma جدتي says تقول I will be a nurse تقول لي بأنه أني راح أكون ممرضة because بسبب I am good at helping her لأنه أني جيدة في مساعدتها. زين when she doesn't feel well when she doesn't feel well لمن هي تكون تشعر ب يعني بأنه هي غير جيدة تشعر بوعكة صحية فأني أساعدها يعني هالشير تكون ممرضة تطببها يعني تساعدها زين تهتم بيها فهذا عمل الممرضات راح تكون نيرس تقولها بيبيته. هسه صار 8 وظائف كل شوية تفكر بوحدة. زين هنا أنا بس يشفد ملاحظة سريعة إنه هذه وال وهذه ول الول بمعنى سوف للمستقبل وراها فعل مجرد الوال هاي الظرف اللي هي توصف لنا الفعل معناها جيد هي الظرف مال جود. احنا الصفات من نريد نحولها الى ظرف نضيف لها ال واي طبعا هذا الحكي ما مطلوب عندكم بس هيك ملاحظه مثل الايزي احط لها ال واي صارت ايزلي يعني بطريقه سهله سهل صارت العمل مالته بطريقه سهله. الجود جيد هنا أنا بطريقة جيدة لا تشعر ب يعني بطريقة جيدة أو لا تشعر ب إنه هي بخير. زين هسه نجي على نمبر 8 when I grow up لما راح أكبر I want to be a teacher لما راح أكبر أنا أريد أصير معلمة. شوف المرة قالت هي الشيء اللي تحبه كل شوية كل واحد يقولها تي راح تصير هيجي تي راح تصير هيجي تي راح تصير هيجي هالمرة هسه تسولف على الشيء اللي هي تحبه. زين شو تريد تصير؟ تريد تصير teacher معلمة because بسبب I love working with young children لأنني أحب العمل مع الأطفال الصغار الطلاب الصغار. I will work in a primary school أنا راح أعمل بمدرسة ابتدائية.
انتبهنا انه ورا الول فعل مجرد، الان وهنا الان مكان، بس السكول هي صح وياها ات دائما، بس اذا الاسم جتي قبلها هنا قبلها عدة كلمات، وهنا تعتبر كنكرة ما معروفة يا سكول، فحطينا لها الان. والبرايمري معناها ابتدائية، children انتبه عليها هي، والpeople كلمات شاذة ما ينضاف لهن اس بالجمع تتغير الكلمة person people، والchild children. بس هنا انتهى الدرس، شكرا لمتابعتكم، نسأل الله القبول، نسألكم الدعاء، ان شاء الله استفاديتوا، تحياتي لكم، شعر كول كيسف للجميع، مع السلامة.